أهلا بكم. الطقس مستقر ببلادنا وسيكون نوعا ما حار بالجنوب، ويتوقع بعد زوال اليوم هبوب رياح شرقية قوية بطنجة وبالأقاليم الصحراوية مع تطاير الرمال بالمناطق الجنوبية، وسماء ستكون مشمسة لباقي الربوع، وخلال الليل ستظهر سحب منخفضة كثيفة وضباب بالواجهة المتوسطية وأيضا بحوض ملوية وكذلك بالسواحل الوسطى، ورياح ستكون نسبيا قوية متوقعة بطنجة وأجواء قليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق. غدا صباحا سحب منخفضة كثيفة متواصلة وضباب بالواجهة المتوسطية وبحوض ملوية، واستمر سحب عليا بجنوب البلاد وسماء صافية بباقي الجهات، واستهب رياح نوعا ما قوية بطنجة. بالنسبة لدرجات الحرارة فستصل بعد زوال اليوم إلى 20 درجة بفران، 21 متوقعة بوجدة، 24 بالرشيدية، و35 درجة منتظرة بمدينة العيون. غدا خلال الصباح ستسجل 6 درجات بفران، 13 بالدار البيضاء، 17 بعروس الشمال طنجة، و14 درجة متوقعة بالمدينة الحمراء مراكش. يوم الجمعة ضباب سيهم السواحل الشمالية ومنطقة الشرق ورياح قوية مرتقبة بطنجة، ويوم السبت سيكون الطقس عموما مستقر وستظهر سحب منخفضة كثيفة بالواجهة المتوسطية. نتعرف الآن على مواقيت طلوع وغروب الشمس ثم طلوع وأفول القمر بمدينة الدار البيضاء. ارتفع عدد ضحايا الإعصار الذي ضرب الفلبين إلى 73 شخصا في الوقت الذي تتواصل فيه جهود الإنقاذ حسب ما ذكرت وكالة الكوارث الوطنية بالبلاد. وأضافت الوكالة أن 24 شخصا أصيبوا وما زال هناك 19 في عدد المفقودين جراء إعصار فامكو الذي اجتاح جزيرة لوزون الأسبوع الماضي. وأوضحت أن الإعصار الذي تسبب في فيضانات وانهيارات أرضية في العديد من المناطق من بينها العاصمة مانيلا تضرر منه أكثر من 3 ملايين شخص في جزيرة لوزون، ويتوقع أن يصل إجمال الخسائر في البنى التحتية إلى أزيد من 100 مليون دولار. بهذا انهشرت الطقس، دمتم في حفظ الله ورعايته.